الكرينيال نيرز عندنا ال 12 هنعمل اكزامينيشن لل 12 بالرغم ان الاهم هم الاكسترا اوكيولار ماسل اكزامينيشن والفيشال اند ترايجيمين. هبتدي الاول اولفاكتوري نيرف، هجيب زميلنا محمد هقول له غمض عينيك لان انا عايز اختبر حاسه الشم اللي عنده، فده سنسوري لازم يغمض، وهقفل فتحه من النوسترل بتاعته او هو اللي يقفلها، وهقرب من الناحيه الثانيه من النوز حاجه يشمها، بس بشرط الحاجه دي ما تعملوش سنيزنج او ما يعتص منها، نعناع، قهوه، ايا كان. ايه الحاجه اللي هنذاكرها النظري على التجربه؟ اللي سميل كله، لان الطلبه بتستهتر بالجزء الاخير تيست اند سميل. التجربه الثانيه اللي هي الاوبتيك نيرف هنقولها مع السبيشال سنس، هتؤجل شويه. 3 و4 و6 اوكيلوموتر تروكلير ابديوست. غمض عينك يا محمد، هتغمض العين دي تمام، وانا هكون محضر معايا قلم، ادي القلم، وهقول لك لو سمحت عايزك تتتبع حركه القلم كده يا جماعه. ميديال، مش ده ميديال ريكتس؟ وانا عند الميديال ريكتس عملت ايه؟ طلعت القلم فوق، مش ده الابورد اند انورد، وكده لتحت داونورد اند انورد، جيت بعد كده لاترال ريكتس، طلعت وانا في اللاترال لفوق والبره او لتحت والبره كده انا مثبت طبعا كل الكلام ده. النقطه اللي انا تهمني طبعا المفروض اثبت راسه، بس هو محمد ممكن ما بيحركش راسه. ايه الحاجات اللي هتتسال من كتاب العمل؟ الجمله المشهوره all extra ocular muscles are supplied by ocular ما عدا ال ار 6 واس او 4. اسم التست ده اتش تيست او فينجر فولو تيست. نيجي بقى للترايجيمينال نيرف، هاجي محمد وهقول له ترايجيمينال نيرف اكزامينيشن. فرضنا ان انا الطالب عايز اعمل عليك التجربه. ترايجيمينال نيرف 4 تجارب. 1 سنسوري اكزامينيشن. هاجي في السنسوري هنجيب دبوس. لازم عشان قبل ما استخدم الدبوس لازم في الاول هعمل خطوات الاتيه. هشرح له، هشوكك بدبوس لما احساس الشكه يتغير، هي زي السنسوري بالظبط مع اختلاف ان انا هشتغل على الفيس وكان الناحيه الثانيه كان على الهيد. فبصوا الفكره، غمض عينيك هقول له حاسس، لما الشكه تتغير قول لي حاسس. لا محمد مش هتقول لما يتغير، بس تقول كده. محمد ما بيقولش لان هي حاسس انها ثابته. انا ماشي دلوقتي على ده الاوفسالميك ديفيجن، ده الماكسيلري، وده المانديبولر، واوعى تنشن على الانجل اوف ذا مانديبول سبلايد باي ذا جريت اوريكولار نيرف. الكلام اللي عملته في نص وش محمد اليمين هكرره في الشمال، وفي الاخر اعمل كومبير هنا زي هنا وهكذا، وممكن اعمل فكره القطنه بنفس القواعد. النقطه الثانيه موتور اكزامينيشن عشان تحفظه معايا. هقول له يبقى هنا مش محتاج ان هو يغمض عينيه، ده موتور. هقول له جز على سنانك، وهو بيجز على سنانه انا بمسك ما بين الصنب والاندكس المصل اللي بالطول دي اللي اسمها مسيتر، وفي نفس الوقت بحس التمبوراليس مصل، لان مره واحد قال له ايه جز على سنانه وقال له بص يا دكتور هو بيجز اهو، طب انت دورك ايه في العملي؟ لازم تحس الباور بتاع المسيتر. دول الاثنين بتوع الموتور. ناقص واحده بقى، تيريجويد مصر. التيريجويد في نوعين من التيريجويد، نوع بيفتح الجو ونوع بيقفله. هاجي عند محمد واحط قبضه ايدي تحت بقه واقول له حاول تفتح بقك. لما بيفتح بقه انا بختبر التريجويد ويتش اوبن ذا جو اجينست ماي ريزيستنس. ناقص لنا تجربتين، هنجيب الهامر ونعمل الجو جيرك. افتح بقك يا محمد فتحه خفيفه، نص فتح. ليه انا عايز افتح بقه؟ بختبر التريجويد اللي هتقفل الجو، لازم احطه في وضع عكس اللي هيحصل. افتح بقك نص فتحه وبعد كده اخبط على صباعي، هل حصل حاجه؟
ما حصلش حاجة. نورمالي ما بيحصلش. لو هو قفل بقه يبقى ده أبر موتور نيورون ليش. نيجي بقى لآخر يعني مش هتفرق معانا كتير، ممكن أناتوم يركز عليها أكتر. النقطة الرابعة كورنيال ريفلكس. عايزين قطنة، هنجيب قطنة صغيرة، هقول لمحمد بص على الناحية دي، واجي بالقطنة وحاول ألمس عينيه. طبعا أنا لما باجي بلمس العين الكورنيا اللي هي بياض العين ولا هي سواده، هي الجنكشن ما بين البياض والسواد، هي اللون اللي هي البوردر بالظبط، اللي هو الحافه الحافه بتاعتها. نيجي بعد كده للفيشيال نيرف. فيشيال نيرف هقول له غمض عينيه. فيشيال فيه سنسوري وموتور لانه ميكسد نيرف. طلع لسانك لبره يا محمد، هيطلع لساني. هاجي عند التيب اوف ذا تانك، احط على طرف لسانه حاجه يدوقها. لازم تبقى حاجه مسكره. اشمعنى؟ لان السويت ريسبتورز بتبقى موجوده بوفره على التيب اوف التانج. نيجي بقى للموتور اكزامينيشن. ارفع حواجبك لفوق، بشوف التجاعيد في الفورهيد، غمض عينيك جامد. اوربيكيولاريس اوكيولاي، انفخ صفر ابتسم. كل دي بتاعت المسلز اوفيشال اكسبريشن. ايه اللي هنتسأله مع التجربه؟ ابر ولور موتور نيورون ليجن اللي الطلبه كلهم عارفينه. رقم 8 اللي هو الفيستيبيلو كوكليير نيرف، ده بتاع الهيرنج، هنقوله مع السبيشال سنس. 9 و10 طلع لسانك لبره، مش لبره قوي يعني، افتح بقك جامد. فرضا ان محمد دخل لدكتور انف واذن، بنجيب معلقه خشب بنسميها خافض لسان او تانج ديبريسور، اجي اضغط على التانج من الباك بتاعه، اخليه يقول اه عشان يبان حاجه. افتح بقى كده يا محمد جامد، يبان حاجه مدلدله كده جوه حمراء اسمها يوفيولا. طبعا ما معناش تانج ديبريسور دلوقتي الا عشان الجاج ريفلكس. لو قلت امتحان الخشبه عادي لا ما بتتعملش، يعني هي مجرد فكره تكون عارفها. نيجي بقى الرقم 11 اكسسوري نيرف. محمد هيكون قاعد، يقعد على كرسي، هنقعد زميلنا على كرسي واشوف الاكسسوري نيرف ده سبلاي الترابيزيوس والاسترنو ماستويد. هبتدي اشوف الترابيزيوس، هضغط على كتافه، حاول ترفع كتافك كده، هي كده هو عمل الانجل بتاعك السكابيولا ترابيزيوس شغاله. في بقى طريقه ثانيه ليه ايه؟ ان هو احط انا ايدي على الاسترنو ماستويد وجايب رقبته الناحيه دي، يعني الاسترنو ماستويد اليمين وجايب هو رقبته شمال، واقول له لو سمحت حرك يا محمد رقبتك ليه الناحيه دي الناحيه العكسيه الناحيه اليمين، حركها لليمين. بيحركها طبعا المعروف الاسترنو ماستويد اليمين يحرك الرقبه شمال والعكس صحيح. الاخيره عندنا هايبو جلوسال نيرف سبلاينج ذا تانج. طلع لسانك لبره يا محمد. ليه؟ الكلام ده مش هزار. دلوقتي محمد ليه نورمال؟ لسانه ما فيهوش رعشه، مفيش تريمورز. كمان لو بصيت على التانج ماسلز، وانتوا كطلبه ثانيه ادرى مننا بالجينيو جلوسس والماسلز دي، انا مش شايف اي اتروفي في التانج بصفه عامه. طب انا كده بصيت، مش كل ماسل ليها باور ولا لا؟ ازاي اختبر قوه لسان محمد؟ هقول له زق خدك بلسانك كده كده، انا بختبر التانج ماسلز بتاعته. احنا قلنا كل الكرينيال نيرفز، بس اللي بيتسال كتار ترايجيمينال وفيشال والاكسترا اوكيولار ماسلز اكزامينشن.